بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، مشاهدين ومتابعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة والمسرات. أرحب بحضراتكم مع انطلاقة الشوط الثالث الخاص بفئة الإبكار، اللقاية من مسافة 4 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط هي سيارة للفائز بالمركز الأول ضمن أشواطنا المفتوحة هنا في عاصمة ميادين السباق، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، هنالك جبارة رصاص بن سالم بن رصاص العامر يأتي على الانطلاق الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني التحديات وأتابع هنالك من الجانب الأيمن، يا سلام يا سلام، غزل وصلت الآن، انطلقت غزل. منصور بن محمد بن دحروي العامر يأتي على الانطلاق الثاني. المركز الثالث تقدمت الآن أوتار علي بن سالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري، وصل أبو ظفيرة. المركز الرابع هنالك فزعة، عبيد بن حمد بن قناص العامري. وخامس التحديات ليتابع هنالك المنطلق الضبي علي بن سعيد بن علي الزرع يتواجد هنا على المركز الخامس. المركز السادس تقدمت الآن الضبي سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، وصل على المركز السادس. المركز السابع شعار المفاجآت يصل الآن مع نخوة محمد بن مبارك بن سالم العامري، شعار بن نصرة على المركز السابع. المركز الثامن ليتابع هنالك شعار يتقدم في هذه اللحظات، شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مع غزة، مرحبا بممثل السلطنة الدائم يتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع وصلت الذهيبة، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. الله الله، يا هذه الأسماء، يا هذه الشعارات، أكتفي بهذا القدر. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول التي تسللت إلى مقدمة الشوط بدون أن نشاهدها هنا على المركز الأول، هواجس عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي التي استغلت الفرص وتسللت إلى مقدمة الشوط. تقدمت هواجس على المركز الأول، بن عفصان قادم مع ثاني التحديات مع انطلاق الذهيبة، هادف بن حمد بن عفصان المنصور يحتل المركز الأول في هذه اللحظات وينطلق على مقدمة الشوط. المركز الثاني هواجس عبد الله بن محمد يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك غزة، غزة تحتل المركز الثالث، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي وصل في هذه اللحظات ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الأسماء القادمة، وصلت الوثبة وصالح بن خادم بن صالح الزرعي، تقدمت الوثبة على أرضية ميدان الوثبة، وأيضا هنالك تواجد من قبل الضبي التي بدأت تنطلق الآن. وصل شعار المجازف، المجازف في هذه اللحظات يتقدم بوسعيد على المركز الرابع. اختلط الحابل بالنابل، الأسماء القوية، الشعارات العملاقة. وصلت لعبة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف، ولكن بن عفصان الله الله انطلق المركز الأول. الذهيبة الذهيبة، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري بدأ يبعد المسافة، السيارة في الانتظار يا بن عفصان. وبن زيتون قادم على المركز الثاني، وهنالك بن خادم على المركز الثالث. الأسماء القوية، الشعارات العملاقة، السيارة لمن؟ الفوز لمن؟ الانتصار لمن؟ بن عفصان مع الذهيبة، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري يسير في شوطنا الثالث، الشوط الثاني الخاص بفئة الإبكار المفتوح. يا سلام، وتسعيرة هجن الرياسة تنتظر أحد الفائزين. وصل بن زيتون، لعبة اللحظات الأخيرة، الذهيبة أم لعبة؟ لعبة الذهيبة. الله الله، بن عفصان بن عفصان، سلام يا بن عفصان على هذا الفوز والانتصار. الذهيبة، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، تهانينا والناموس لحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت لعبة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث
بلقيس للسيد سالم بن خليفة بن سعيد الغفري المركز الرابع، الوثبة صالح بن خادم بن صالح الزرعي وخامس المراكز وصلت براقة خلفان بن علي بن راشد الغيلاني. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. التوقيت الزمني 5:57 4 أجزاء من الثانية، وتوقيت الذهيبة ملك هادف بن حمد بن عفصان المنصوري تهانين والناموس المركز الثاني. المركز الثاني وصلت لعبة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري 5:59 وجزئين من الثانية تهانين والناموس المركز الثالث. ثالث المراكز وصلت بلقيس سالم بن خليفة بن سعيد الغفري 6:02 7 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس.